خلوني انتقل الى موضوع تاني، وهو موضوع مهم جدا ومتعلق بنجمتنا الكبيره الفنانه الكبيره ميرفت امين، والحريق اللي حصل في العماره اللي نجمتنا ميرفت امين ساكنه فيها. اولا احنا نحب نطمن عليها، فالاول نقول لها ازاي حضرتك وطمنينا عليكي. اهلا 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 اهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. يا رب دايما. انا بخير، وزي ما انت بتقول دلوقتي رجال الامن، وانا بتكلم على رجال الاطفاء، يا عيني يعني جم على طول، يجي 6 عربيات وطبعا الدخان يعني كنت مشفقه عليهم جدا يعني الحقيقه. يعني وعليكي برضو، ما هو الدخان والحريق وكل الحكايه دي. الحريق كان كبير، كان كبير قوي يعني. هو نار ونار ودخان، وانا في الرابع، الحريق كان في السادس. حضرتك في الرابع والحريق في السادس؟ اه. انا اللي احنا حاولنا نفهمه على ما يبدو انه الحريق كان في مكتب او في شركه في نفس العماره، صح؟ شركه. ولسه التحقيقات شغاله، يعني محدش عارف ايه سبب الحريق المهول ده؟ لا لسه. افتكر بتوع المعمل الجنائي كانوا موجودين حوالي الساعه 5 كده، بس مش عارفه ايه النتائج كانت ايه. طيب الاهم ان احنا نطمن على حضرتك وعلى صحتك وانه كله تمام. الحمد لله. كله كويس. طيب. يمكن عايز اعزيكي تعزيه متاخره في وفاه صديقتك العزيزه ونجمتنا العزيزه دلال عبد العزيز. الله يرحمها. يعني يمكن انا عارف ان حياتك في الوقت ده اللي حصلت فيه الوفاه ما كانش فيه تصريحات، ما كانش فيه مكالمات منك، ما كانش فيه ظهور على اي شاشه الى اخره. اذا حبينا نطلب من نجمتنا ميرفت امين انها تقول، مش هقول كلمه تعزيه لانه احنا اللي بنعزيك الحقيقه، لكن ولو كلمه تأبين لدلال عبد العزيز، تقولي ايه يا مدام ميرفت؟ أقول في حتة كبيرة قوي راحت مني، وعندي غصبة مش بتروح، قطعت بيا جامد. الله يرحمها. لأن احنا ما كناش بنفترق تقريبا دي. احنا عارفين ان حضرتك كنتي أقرب صديقتها ليها يعني. وهي كانت بتعتبرك أقرب صديقة. وولادها ولادي يعني طبعا. ومنا بنتها برضو يعني. طبعا. يعني كنا على طول مع بعض، على طول على طول على طول على طول. تعزينا يعني من قلوبنا والله. الله، مش عاوزين نثقل عليكي، ومهم عندنا نطمن عليكي ونشوفك قريب على الشاشات، ونشوفك قريب في برنامجنا بإذن الله. بإذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا ليكي.